السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول الإعدادي مرحبا بكم. معانا مراجعة سريعة على الدرس الثاني، محاولات تصنيف العناصر. ده 3 محاولات لتصنيف العناصر: عالم مندليف، العالم مزلي، الجدول الدوري الحديد. العالم مندليف رتب العناصر ترتيبا تصاعديا حسب الكتلة الذرية، واكتشف أن خواص العناصر تتكرر بشكل دوري مع بداية كل صف. يعني أول الصف كده عندنا خواص العناصر كلها هتبقى متشابهة. بعد كده العالم رذرفورد اكتشف وجود بروتونات موجبة الشحنة داخل النواة، واستغل الموضوع ده العالم مزلي وأجرى تعديل على الجدول الدوري لمندليف، ورتب العناصر ترتيبا تصاعديا حسب العدد الذري، وقال لك إن في الدورة الواحدة يزيد العدد الذري بمقدار 1. لو لاحظنا هنا الليثيوم العدد الذري بتاعه 3، هنلاقي أن نلاحظ البريليوم بعديه هيبقى 4، البورون بعديهم هيبقى 5. يبقى انا في الدوره الواحده بيزيد عدد ذري بروتون واحد او الكترون واحد من بدايه الدوره من اليسار الى اليمين. واضافها العالم مزلي مجموعه الغازات الخامله والعناصر التي لم تكتشف ايام المندليف، اضافها الى جدول الدوري المزلي. طبعا مزلي كان فيه بعض القصور في الجدول بتاعه، بدأنا نعدل في الجدول بتاع مزلي وظهر الجدول الدوري الحديث. حط نفس الكلام اللي قاله مزلي ورتب العناصر ترتيبا تصاعديا حسب العدد الذري، بس أضاف شيء، أضاف إن هو عن طريق ملء مستويات الطاقة الفرعية. احنا قلنا قبل كده في مستويات الطاقة الرئيسية خدناها في الدرس الأول، اللي هي كي وال والام والان، تمام؟ وقلنا إن في بعض العناصر أعداد الذرية بتاعتها كبيرة جدا، فبدأوا يملوا مستويات الطاقة الفرعية بالإلكترونات، ودي استخدموها في ترتيب الجدول الدوري الحديث. لو بصينا كده للجدول الدوري الحديث هنلاقي إن هو بيتكون من 7 دورات. الدورة اللي هي الصف، يعني عندنا أول الهيدروجين ده أول دورة، الليثيوم ده أول الدورة الثانية، الدورة الثالثة أول الصوديوم، البوتاسيوم الرابعة، الرابيديوم الخامسة، السيزيوم الستة، عندنا الفرانسيوم السبعة. دول بداية الدورات، 7 دورات، وعندنا 18 مجموعة رأسية. الدورات دي اللي هو بتاع الدورات والمجموعات دول اللي هم بيتكون من 118 عنصر، عندنا بينقسموا إلى فئات: الفئة S على اليسار، والفئة B على اليمين، وفي المنتصف الفئة D، وفي الأسفل الفئة S. دول الدورات والفئات ووصف الجدول الدوري. عندنا بنبدأ بعد كده هندرس بعض الفئات ونشوف خواص الكيميائية للفئات أو الفئة. الفئة S، الفئة S بتبقى على يسار الجدول الدوري، وبتتكون من مجموعتين 1A و2A، ده الترقيم التقليدي، والترقيم الحديث اللي هي 1 و2. تسمى المجموعة الأولى اللي هي فلزات كلها ما عدا العنصر رقم 1 اللي هو الهيدروجين، وتسمى بالفلزات الأقلاء، وتحتوي مستوى الطاقة الأخير على إلكترون واحد. لو جيت توزع الليثيوم هتبقى 2 1، الصوديوم هيبقى 2 8 1، يعني مستوى الطاقة الأخير كله فيه إلكترون واحد. وبالتالي نستنتج من الموضوع ده إن المجموعة الواحدة كلها التي تحتوي على مستوى طاقة واحد في المستوى الطاقة الأخير إلكترون واحد بتكون نشطة كيميائيا جدا، وده هنقوله فيما بعد. طيب احنا عندنا بعد كده المجموعه الثانيه تتبع الفئه اس، المجموعه الثانيه دي جميعها فلزات تسمى بفلزات الاقليه الارضيه عشان اميزها عن الفلزات العاديه، والمجموعه الثانيه بتنتهي باثنين الكترون. المثال بتاعها المغنيسيوم ام جي 282. عندنا بعد كده الفئه بي، ودي على يمين الجدول الدوري. لو عديت كم مجموعة كده هنلاقي 1 2 3 4 5 6 مجموعات، وبتضم المجموعة الصفرية اللي هي على أقصى يمين الجدول الدوري، وديت بتسمى بالمجموعة 18 أو المجموعة الصفرية. خلي بالك لما تيجي توزع بعد كده ما تقولش مجموعة 8، مفيش حاجة اسمها مجموعة 8، المجموعة 18 أو المجموعة الصفرية. المجموعة اللي هي قبل المجموعة الصفرية اللي هي مجموعة 7A اللي هنا، اللي هي بتتكون من فلور والكروم والبروم واليود والاستين، ودي تسمى بالهالوجينات. تسمى بايه؟ بالهالوجينات، وكلها لا فلزات، مستوى الطاقه الاخير فيها بينتهي ب7 الكترونات. عندنا بعد كده المجموعه اللي هي 18 او المجموعه الصفريه،
تسمى بالغازات النبيلة، وتنتهي ب 8 إلكترونات ما عدا رقم واحد. طبعا الهيليوم بيحتوي على 2 إلكترون، ومستوى الطاقة الأخير بتاعه مكتمل. عندنا نيجي بعد كده المجموعة من مميزات أو خصائص الفئة بي دي، إن هي بتحتوي على كل العناصر الفلزات ولا فلزات وغازات خاملة وأشباه فلزات. إزاي يا مستر؟ هتلاقي على اليمين خالص ديت غازات خاملة، هنلاقي مجموعة 7A ديت لا فلزات، هنلاقي فيها أشباه فلزات زي البرون والسيليكون والجرمينيوم اللي هي في الدورة، مثلا في الدورة الثانية لو قلنا البرون، هنلاقي السيليكون، هنلاقي جرمانيوم، هنلاقي الزرنيخ والأنتونيوم، كلهم الأنتيمون كلهم من اللا أشباه الفلزات. طيب عندنا بعد كده عندنا الفلزات برضو موجودة فيها بعض الفلزات مثل الألمونيوم. لو بصيت كده هنلاقي الألمونيوم ده موجود في المجموعة 13 اللي هو AL 13، توزيع الإلكترون بتاع 2 8 3، ودوت يتبع المجموعة الثالثة اللي هي 13، وده في الفئة B. عندنا المجموعة الثالثة الفئة D. الفئة دي بتبقى في منتصف الجدول الدوري ما بين الفئة S والفئة B، وكلها فلزات، وتبدأ من الدورة الرابعة. يعني لو عديت 1 2 3 4 هي بتبدأ من هنا، المجموعة اللي لونها بني ديت الفلزات، وتسمى بالفلزات الانتقالية. عندنا آخر مجموعة أو عناصر، العناصر الفئة F، وتقع أسفل الجدول الدوري، وجميعها جميعها فلزات. طيب نيجي هنا معلومة بتقول ازاي كيف تفرق بين الفلزات واللا فلزات عن طريق مستوى الطاقة الأخير أو عن طريق توزيع الإلكترون. ولما نيجي نوزع مثلا الإلكترونات بتاع الليثيوم مثلا أو الصوديوم أو البوتاسيوم، هنلاقي مستوى الطاقة الأخير بينتهي بواحد إلكترون. هنا البريليوم والمغنيسيوم والكالسيوم 2 إلكترون، الألمونيوم 3 إلكترون، يعني دي كلها فلزات. يبقى لما ينتهي مستوى الطاقة بإلكترون أو 2 أو 3، مستوى الطاقة لما بتلاقي إلكترون أو 2 أو 3 يبقى دي تسمى فلزات. أما لو انتهى ب 7 ب 5 أو 6 أو 7 دي بتسمى لا فلزات. طيب الغازات الخاملة، الغازات الخاملة دايما مكتملة ب 8 إلكترونات ما عدا الهيليوم طبعا في 2 إلكترون. طيب نخش بعد كده على بعض المعلومات خاصة بالتوزيع الإلكتروني. عندنا المجموعة الواحدة تتفق في عدد الإلكترونات مستوى الطاقة الأخير، يعني عندنا لو جيت توزع الليثيوم كده هنلاقيه 2 1، صح؟ وزع الليثيوم أو وزع ال وزع الليثيوم كده هيبقى 2، مستوى الطاقة الأخير في 2 وواحد بعد كده، صح؟ الصوديوم هيبقى 2 8 1. يبقى إذن المجموعة الواحدة كل مستوى الطاقة الأخير فيها في نفس الرقم، هنا في 1 هنا في 1، البوتاسيوم هيبقى في 1 وهكذا، تمام؟ طيب بالنسبة للدورة، الدورة الواحدة الصف الواحد، الدورة الواحدة كلها بتنتهي بنفس عدد مستويات الطاقة، يعني البرون ده هتلاقيه فيه 2 مستوى اللي هم هيبقى 2 و3، الكربون ده هيبقى فيه 2 مستوى 2 و4، النيتروجين هيبقى فيه 2، الأكسجين هيبقى فيه 2، الفلور هيبقى فيه 2، النيون هيبقى فيه إيه 2 إلكترون 2 مستوى. يبقى هنا في مستويين طاقة متفقة عشان هم في دورة واحدة، يبقى الدورة واحدة فيها نفس عدد مستويات الطاقة، أما المجموعة الواحدة فيها مستوى الطاقة الأخير متفق مع بقية العناصر. طيب بيقول لك علل كده، او لماذا تتشابه عناصر المجموعه الواحده في الخواص الكيميائيه؟ لانها تتفق في عدد المستويات، عدد الالكترونات في مستوى الطاقه الاخير. طيب وقوع كل من الالومنيوم والكلور في نفس الدوره عشان عدد المستويات متشابهه، والاثنين فيهم 3 مستويات طاقه. ازاي الكلام ده؟ ايه يوزع كده الكلور هيبقى 2 8 7، وزع الألمونيوم هيبقى 2 8 3.
يبقى كان كام مستوى؟ ادي واحد اتنين تلاتة، هنا كام مستوى؟ واحد اتنين تلاتة. يبقى ده متفقين في عدد المستويات الطاقة، يبقى متفقين في نفس الدورة. تمام يا شباب، مش على حتة تانية. طيب عندنا بعد كده تركيب لويس النقطي. تركيب لويس النقطي دي طريقة مبسطة. العالم لويس ده قال لك بدل ما احط مستوى الطاقة الأخير احط فيه أرقام، احط فيه نقط وأوزع على أساس مستوى الطاقة الأخير فقط. يعني مثلا عندنا الليثيوم ده مستوى الطاقة الأخير فيه إلكترون احط نقطة، البريليوم فيه 2 إلكترون احط 2، البرون فيه 3 احط 3، الكربون فيه 4 احط 4. لاحظ الترتيب بيبدأ بشكل منفرد ثم بشكل مزدوج، يعني بيفضل كأن انا بعمل دايره كده. ببدا هنا ادي نقطه، بعد كده النقطه جنبها، وبعد كده بنزل لتحت، وبعد كده على اليسار، وبعد كده ارجع تاني للاولى، النقطه الاولى، وبعدين ارجع للثانيه والثالثه وهكذا، وافضل الف بالطريقه دي كأن الالكترونات طبعا هي بتلف حوالين مستويات الطاقه في مستوى الطاقه الاخير. تمام. طيب عندنا بعد كده لويس استنتج التكافؤ من طريقه توزيعه للالكترونات. لو هي نقطة واحدة هنسميه أحادي، لو نقطتين هنسميه ثنائي، لو ثلاثة ثلاثي أو رباعي وهكذا. طيب هو خمسة زي النيتروجين ده، هطرح من ثمانية. يعني إيه أطرح من ثمانية؟ أشوف هنا في كام إلكترون، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، ناقص ثمانية يبقى ثلاثة، يبقى مستوى، يبقى التكافؤ بتاعه ثلاثي. هنا ستة من ثمانية يبقى اثنين، يبقى مستوى التكافؤ بتاعه ثنائي. هنا سبعة يبقى واحد، يبقى أحادي. طيب هنا 8، النيون 8، 8 دي ناقص 8 بيساوي صفر، يبقى التكافؤ بتاعه بيساوي كام؟ صفر. الغازات الخاملة بشكل عام مستوى الطاقة الأخير فيها مكتمل، وبالتالي التكافؤ بتاعها بيساوي إيه؟ صفر. تمام؟ لاكتمال مستوى الطاقة الأخير الغازات الخاملة تكافؤها يساوي صفر. طيب إزاي أحدد موضع العنصر في الجدول الدوري؟ عناصر المجموعة إيه في الجدول الدوري بمعلومية أعداد الذرة؟ إزاي؟ عن طريق العدد الذري أحدد المكان، الدورة والمجموعة بتاع العنصر. ناخد مثال كده الكربون. الكربون ده فيه كام إلكترون؟ فيه 6 إلكترونات، مستوى الطاقة الأول فيه 2، مستوى الطاقة الثاني فيه 4. هنعد مستويات الطاقة دي اللي هي الدورات اللي بتلف دي. الدورات دي اللي بتلف او المستويات دي تمثل عدد الدورات. يبقى عندنا واحد اللي هي مستوى الطاقه الاول، اثنين مستوى الطاقه الثاني، يبقى هنا الاثنين دول يبقى في المستوى الطاقه الثاني اثنين، يبقى احنا رقم الدوره اثنين. طيب عدد الالكترونات في مستوى الطاقه الاخير هنا اربعه، يبقى هو في المجموعه الرابعه. يبقى بنشوف لو عدد الالكترونات في مستوى الطاقه الاخير بيساوي اربعه، اذا هو في المجموعه الرابعه. عدد مستويات الطاقة مستوى واحد أو اثنين أو ثلاثة أو هكذا، ده بيمثل رقم الدورة. نبص تاني الأمثلة، أدي الهيدروجين مثلا. الهيدروجين فيه إلكترون واحد، يبقى في مستوى الطاقة الأخير فيه إلكترون، وعدد مستويات الطاقة واحد، يبقى رقم الدورة واحد. تمام. طيب عندنا مثلا الصوديوم ده Na11، مستوى الطاقة الأخير فيه إلكترون، هو في المجموعة الأولى. مستوى الطاقة الأخير فيه 1 إلكترون، عندك عدد الدورات 2 8 1، يبقى 3، يبقى هو في رقم الدورة 3. في استثناء بس نخلي بالنا منه، اللي هو الهيليوم والنيون. الهيليوم ده عدد الذري بتاعه 2، فلما تيجي توزعه هيبقى مستوى الطاقة الأول بتاعه 2، وهو يعني هيبقى في مستوى الأول 1 وعدد الإلكترونات 2، ولكن هو ليس في المجموعة الثانية وإنما هو في المجموعة الصفرية. ليه؟ دي استثناء وحيد في بالنسبة للنيون والهيليوم، دول عشان هم غازات خاملة بنحطهم في المجموعة الصفرية، ما بنحطهمش طبقا لقاعدة لويس أو قاعدة وضع العنصر طبقا للتوزيع الإلكتروني. معلومة مهمة بتيجي في بعض المسائل، في الدورة الواحدة يزداد العدد الذري للعنصر عن العنصر الذي يسبقه بمقدار واحد. يعني مثلا لو هنا الكترون عدد ذري واحد، اللي بعديها يبقى اثنين، هيبقى بعديه ثلاثة، هيبقى بعديه أربعة، هيبقى بعديه خمسة وهكذا. الكلام ده في الدورة. بالنسبة للمجموعة بنزود ثمانية، ما عدا طبعا أول عنصر بالنسبة للهيدروجين
ما بتبداش من اول الهيدروجين، بنبدا من اول الليثيوم، لان الليثيوم 3 هيجي بعديه الصوديوم هيبقى 11، هنزود 8 هيبقى 19. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا عندك الليثيوم هنا 3، هيجي بعديه لو اضفت 8، اضفت 8 هيجي بعديه الصوديوم 11، ضيف 8 هيجي بعديه البوتاسيوم 19. الكلام ده في ايه؟ في المجموعة. طيب حط في الدورة، الدورة الصف عندنا التلاتة هيجي بعديه كام؟ بنزود كام؟ زود 1. يعني هنا هيبقى ايه؟ البريليوم هيبقى 4، هيجي بعديهم البرون هيبقى 5، زود 1، وهكذا في الدورة. يبقى في الدورة بنزود 1، في المجموعة بنزود 8. تمام؟ قولوا تمام. ماشي. طيب في تنبؤ علمي كده بيقول لك سؤال كده بتشغل مخك فيه، بيقول لك لو قلنا ان الكبريت 16 والكلور 17، هل ممكن يكون في عنصر ما بينهم هما الاثنين في نفس الدوره؟ قال لك لا، ما ينفعش يبقى في نفس الدوره، ممكن في المستقبل يغيروا التوزيع ويقول لك يكتشف حاجه جديده، ولكن هما ليه ما ينفعش؟ لان العدد الذري للعنصر مقدار صحيح، ويزداد في الدورة الواحدة من العنصر إلى العنصر الذي يليه بمقدار 1، يعني 16 بعد يزود 1 يبقى 17، فما أكيد ما فيش حاجة في المنتصف ما بينهم. طيب التوزيع الإلكتروني وعلاقته بالخواص الكيميائية. أول حاجة عندنا نصف القطر الذرة في المجموعة الواحدة، يزداد أنصاف أقطار الذرة في عناصر المجموعة الواحدة بزيادة العدد الذري. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو قلت لك مثلا العنصر هنا هيبقى إيه؟ هنتخيل ان هو دايره، اللي بعديه هيبقى اكبر منه شويه، اللي بعديه هيبقى اكبر منه شويه، وهكذا. كل ما انتقل من فوق لتحت بيزداد نصف القطر، نصف القطر اللي هو ده من المركز لاي جزء على الدائره. تمام؟ نلاحظ هنا ده اصغر اصغر، وبعد كده ده بيزيد كل ما اتجهنا الى ايه؟ الى اسفل، كانه بياكل فبيكبر الحجم الذري والنصف قطر الذرة. تمام؟ ده بالنسبة لأول نقطة. طيب النقطة الثانية، درجة الانصهار والغليان وعلاقتها بالتوزيع الإلكتروني. عندي درجة الانصهار والغليان في الفلزات الأقلاء وفي الهالوجينات. بمعنى إيه؟ إحنا دايماً بندرس حاجتين، واحدة فلز وواحدة لا فلز، اللي هي الفلزات اللي هي المجموعة الأولى، اللا فلزات اللي هي المجموعة 7، وعندنا يسمى بالهالوجينات. الأقلاء دي تقل درجة الانصهار والغليان الفلزات بزيادة العدد الذري، يعني كل ما اتجه لأسفل درجة الانصهار بتقل، عكس الهالوجينات. الهالوجينات كل ما اتجه من أعلى إلى أسفل بتزداد درجة الانصهار، بتزداد درجة الانصهار. طب أنا عايز دلوقتي إيه علاقة درجة الانصهار والغليان بحالة المادة؟ يعني ايه؟ قال لك ان حالة المادة ليها علاقة بدرجة الانصهار والغليان، يعني اقدر احدد حالة المادة هل هي صلبة ولا سائلة ولا غازية عن طريق درجة الانصهار ودرجة الغليان. انت يا مستر قال لك لو هي اكبر من 25 درجة الانصهار والغليان هيبقى الحالة صلبة، لو هي اقل من 25 واكبر درجة الانصهار ودرجة الغليان اكبر من 25 هتبقى حالة سائلة. طيب لو هي الاثنين اقل من 25 هيبقى المادة في حالة غازية. تاني لو قلت لك مثلا رقم، مثلا هنا درجة الانصهار هنا 30 ودرجة الغليان 100، هيبقى الحالة ايه؟ هيبقى حالة صلبة. تمام؟ لو قلت لك هنا درجة الانصهار مثلا ايه؟ 10. تمام؟ ودرجة الغليان هنا 200، هيبقى الحالة ايه؟ سائلة. تمام؟ طيب لو عندي سالب 10 درجة الانصهار ودرجة الغليان مثلا ايه؟ 5. تمام؟ هيبقى الحالة ايه؟ غازية. ليه؟ لأن طبقا للرقم ده أقل ولا أكبر بحدد الحالة الفيزيائية للمادة الواحدة. آخر حاجة عندنا النشاط الكيميائي للمواد.
عندنا مجموعة الفلزات، واحنا قلنا الفلزات اللي هي اللي تنتهي المجموع ينتهي المستوى الطاقة الأخير بإلكترون واحد. تخيل أنت معايا لو واحد حر كده بيتحرك لوحده، ما عندوش أي قيود، ما عندوش حد بيتحرك معاه وكده، وفي نفس الوقت واحد تاني بيتحرك معاه أولاده، بيتحرك معاه عيلته كلها، وبيتحرك معاه ناس كتير، وفي نفس الوقت أنهي أفضل، أنهي حر في الحركة؟ تمام؟ هقول لك ان الفلزات الاقلاء ديت حره الحركه، وبالتالي النشاط الكيميائي بتاعها هيبقى اعلى من المجموعه اللا فلزات اللي هي الهالوجينات. يبقى النشاط الكيميائي في فلزات بتبقى اعلى من النشاط الكيميائي في اللا فلزات. طيب انا عندي في مجموعه الاقلاء اللي هي المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه الاقلاء الارضيه، ايهما اعلى في النشاط؟ قال لك لا، واحد رقم واحد مجموعه الفلزات الاقلاء. تمام؟ ليه؟ مستوى الطاقة الأخير فيه إلكترون واحد بيتحرك بسهولة جدا، يقدر يتفاعل بسهولة. الأقلاء الأرضية نشيطة برضو بس أقل من الفلزات الأقلاء. تمام؟ وبعد كده يقل النشاط الكيميائي باللا فلزات بزيادة العدد الذري من أعلى إلى أسفل. وقال لك نشاط فلزات الأقلاء، السيزيوم أنشط، السيزيوم ده أنشط الفلزات، بينما الفلور أنشط اللا فلزات. ليه؟ السيزيوم هنا آخر حاجة تحت، وهنا عندك الفلور أول حاجة فوق، لأن هنا في تناسب عكسي ما بين العدد الذري والنشاط الكيميائي في اللا فلزات أو الهالوجينات، أما هنا تناسب طردي بيزداد النشاط الكيميائي كلما اتجهنا إلى إيه؟ أسفل. وبكده يبقى إحنا خلصنا مراجعة الدرس الأول، وشكرا جزيلا.